الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم للخيرات، وأن يرفعكم في أعلى الدرجات، وأن يوالي عليكم النعم والمبرات، وأن يبارك لكم في الأنعام والعطيات. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. قال: فجاوزها ومضى، فمر بها رجل فقال لها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفته. قيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك يا رسول الله، والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، منها نصيحة الرجل للمرأة الأجنبية إذا رأى منها مخالفة للشرع، وخصوصا إذا كان من أهل العلم والفضل. وفيه أن من بلغ النصيحة وأوصلها فلم يستجب له يكون قد أبرأ ذمته بذلك، وقد انتهى الواجب الشرعي في حقه إذا لم يكن يترتب على ذلك ضرر على الآخرين فيجب إيقافه. وفي الحديث من الفوائد مشروعية الصبر عند نزول المصائب، وأنه من تقوى الله جل وعلا. وفي الحديث من الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر بهذه المرأة أنكر عليها الأمر الأعظم، وهو نياحتها وصياحها، فلما لم تستجب له لم ينكر عليها وجودها بجوار القبر. وإن كان بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على جواز زيارة المرأة للمقابر، لكن هذا الاستدلال فيه نظر، من جهة أن هذا قبر واحد وليس بمقبرة، ومن جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها الأمر الأعظم، فلما لم تستجب له لم يجد مناسبة في إنكار ما هو أقل من ذلك. وفي الحديث أيضا أن عدم معرفة الرجل ذي المكانة والعلم والفضل لا ينقص من مكانته ومنزلته، لا عند الله ولا عند رسول الله ولا عند خلق الله. وفي هذا الحديث ذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لم يكن عنده بوابون على بابه. وفي الحديث بيان أن الصبر الأعظم المحمود هو ما يكون عند الصدمة الأولى، بحيث لا يتجزع الإنسان ولا يسخط حينما يخبر بما يكون مشتملاً على أمر مؤلم عليه. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟
قالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به ردع من زعفران، فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهما. قلت إن هذا خلق. قال إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. فلم يتوفى حتى أمس من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح. في هذا الحديث ذكر احتضار الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله عنه ووقت وفاته، قد كان له من الفضل الشيء العظيم، فقد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ودعا إلى الله، فدخل على يديه الكثير من الصحابة. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أسباب ثبات الأمة على دينها وإيقاف الارتداد فيها، وهو الذي جابه المرتدين، وهو الذي أرسل الجيوش إلى بلاد كسرى وقيصر، فكان له من الفضل والمكانة الشيء العظيم رضي الله عنه. وقوله في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك الاقتداء بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية تكفين الميت الرجل بثلاثة أثواب، واسم الثوب كانوا يطلقونه على قطعة القماش التي تستوعب جميع البدن. وفي الحديث استحباب أن يكون الكفن ذا لون أبيض، وقوله سحولية منسوبة إلى بلد يعرف بهذا الاسم، وقوله من كرسف أي من القطن، القطن يقال له الكرسف، وقوله ليس فيها قميص، القميص ما كان مفصلا على مقدار البدن بحيث يكون له يدان ويكون معلومة الحدود عند الأكتاف ووسط البدن، وقوله ولا عمامة، العمامة ما يلف بالرأس. وفيه استحباب أن يكون الكفن من ثلاثة أثواب بلا قميص ولا عمامة. وفي الحديث بيان أن يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الاثنين، وقد وافقه أبو بكر في سنة وفاته حيث مات كل منهما وهو ابن 63 سنة، وفي يوم الوفاة في يوم الاثنين. وفي هذا الحديث أن الميت لا يستحب أن يوضع في أكفانه الثياب الجدد، وإنما يكفن فيما تيسر من الثياب. ولذا قيل لأبي بكر هذا ثوب خلق، فقال الجديد الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة، أي لوقت يسير، ثم بعد ذلك يكون هناك صديد وقيح ويأكله الدود. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان لا بأس أن يكفن في الثوب الذي مات فيه. وفي الحديث استحباب أن تكون أكفان الميت قد وضع فيها شيء من الطيب، كما وضع هنا ردع من زعفران. وفي الحديث استحباب أن تكون أكفان الميت نظيفة، ولذا أمر بتغسيل ثوبه. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو محرم،
إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته فقتلت. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قوله هنا: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة وهو محرم، كان هذا في السنة العاشرة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله إذ وقع عن راحلته فيه أنهم كانوا يقفون في عرفة على رواحلهم يدعون الله جل وعلا. وقوله فوقصته فقتلت أي سقط منها، فكان ذلك سببا من أسباب وفاته رضي الله عنه. وفي الحديث في قوله اغسلوه بماء وسدر فيه مشروعية تغسيل الميت، ومن ذلك من مات وهو محرم. وفي الحديث أن المحرم يجوز له أن يستعمل السدر في اغتساله، وأنه لا يعد من الطيب. وفيه أن ما له رائحة مستحسنة ولا يعد من الأطياب فلا بأس من استعماله، كالنعناع والبرتقال وغيرها من أنواع الفواكه. وفي الحديث جواز الاقتصار على ثوبين في كفن، وفيه أن المحرم لا بأس أن يكتفي بثوبي إحرامه الإزار والرداء. وفي الحديث أن المحرم أثناء الإحرام يستحب أن يقتصر على هذين الثوبين. وفي الحديث تحريم استعمال المحرم للطيب أو الحنوط. وفي الحديث أن من محظورات الإحرام تغطية الرأس، ولذا قال ولا تخمروا رأسه. وظاهر الحديث أن من مات وهو في الإحرام فإن حكم الإحرام يبقى في حقه، ومن ثم لا يتم تطيبه ولا تقليم أظافره ولا قص شعره ولا فعل أي شيء من محظورات الإحرام معه. وهذا هو مذهب الجمهور الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الميت المحرم يفعل به مثل ما يفعل مع غير المحرم. قال: وحديث الباب حديث خبر واحد يخالف القياس. وعند المالكية أن خبر الواحد متى خالف القياس لم يعمل به. والصواب أن أدلة حجية السنة تشمل أحاديث الآحاد فيما يخالف القياس، ثم الأخبار النبوية مقدمة على الآراء القياسية التي تكون للناس، ثم الخبر أصل بنفسه فلا يصح أن يرد بفرع خبر أو دليل آخر. وفي الحديث أن من مات على شيء بعث عليه. وفي الحديث أن من مات في أثناء حجه فإنه لا يشرع أن يكمل عنه الحج، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يطوف عنه أو يرمي الجمرات أو يبيت بمزدلفة ومنى أو يطوف للوداع أو يسعى بين الصفا والمروة. في قوله ولا تحنطوا فيه دليل على مشروعية الحنوط للميت. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه. ثم سأله أن يصلي عليه فقال وصلي عليه واستغفر له.
فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وأمره أن يكفنه فيه، وقال: إذا فرغت فآذني أصلي عليه. فلما فرغ آذنه به فجاء ليصلي عليه، فلما قام وأراد أن يصلي عليه قام عمر رضي الله عنه فأخذ بثوبه فجذبه، فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين وتستغفر لهم؟ فقال: إنما خيرني الله، فأنا بين خيارتين، قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس المنافقين في المدينة، وهو الذي كان منه من التخذيل وصد الناس واتهام أهل البراءة الشيء الكثير، وقد وقع منه الوقائع العظيمة، منها ما ذكرته لكم بالأمس حينما انصرف بثلث الجيش يوم أحد وصدهم عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن. وكان ابنه عبد الله بن عبد الله من الصحابة الأجلاء وممن حسن إسلامهم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر له ويعرف له ذلك. فقوله: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، أراد بذلك أن يكون معه ثوب فيه عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مبارك، ما خرج منه من الطاهرات فإنه مبارك، ومن ذلك عرقه صلى الله عليه وسلم. ولذا أراد أن يكفن أبوه عبد الله بن أبي في ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على جواز تكفين الميت في القميص، وأنه لا حرج فيه، وأنه لا يلزم أن يكون الكفن ثيابا غير مخيطة على مقدار أعضاء البدن. وفي الحديث أيضا مشروعية الصلاة على الأموات، وفيه طلب صلاة أهل الفضل والمكانة على الميت ممن يرجى إجابة دعائهم في الصلاة، ولذا طلب عبد الله من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أبيه. وفي الحديث جواز أن يطلب الإنسان من غيره الدعاء وأن يطلب منه أن يستغفر له. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان يتولى أمر والده بعد وفاته من تغسيله وتكفينه، ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن يغسل أباه وأن يكفنه. وفي الحديث أن الكفن من فروض الكفايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، ولما كان المقصود تحقيق الأمر والمصلحة ولم يرد تعلق الفعل بالجميع كان ذلك الفعل من فروض الكفايات. وفي الحديث إشعار الآخرين بوفاة الميت وبوقت الصلاة عليه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغت فأذني أصلي عليه. وفي الحديث تذكير الإنسان لمن أراد أن يقدم على فعل
بحقيقة فعله وبآثار ذلك الفعل. وفي الحديث من الفوائد اختلاف الأفهام في النص الشرعي، ولذا فهم عمر من قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، بأنه على النهي والأمر بترك الاستغفار، بينما فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك على التخيير. وفي الحديث من الفوائد أن ما كان على التخيير جاز تركه وجاز الإقدام عليه. وفي الحديث الاستدلال بمفهوم العدد، فإنه قال إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما زاد على 70 فإنه لا يدخل في هذه الآية بل يخالفه في حكمه. وفي الحديث مشروعية الجماعة في الصلاة على الميت، وفي الحديث النهي الأكيد عن الصلاة صلاة الجنازة على غير المسلمين، وهكذا النهي عن الصلاة على الكفار وعلى المنافقين المظهرين لنفاقهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره ودفن، فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. وكان كسى عباس رضي الله عنه قميصا لما كان يوم بدر، أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. في الحديث جواز لبس القميص من الثياب، وهو ما كان مفصلا على مقدار البدن مبينا أعضاءه. وفي الحديث من الفوائد جواز تكفين الميت في القميص ولو كان فيه أيد. وفي الحديث من الفوائد إخراج الإنسان من القبر بعد أن يوضع فيه قبل أن يدفن من أجل إصلاح بعض شأنه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي ليخرج ليضع أو ليكسوه قميصه. وفي الحديث وضع الميت على ركبتي الرجل والنفث فيه. وفي الحديث مقابلة الإحسان بالإحسان، فإن عبد الله بن أبي قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قميصا ليكسو به عمه العباس بن عبد المطلب، وكان العباس قد أسر في بدر، فإنه خرج مع المشركين وذلك أن العباس خرج مع المشركين فأسر مع من أسر ولم يكن عليه قميص، فألبسه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القميص قميص عبد الله بن أبي، فأراد أن يجازي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي فأعطاه قميصه ليكفن فيه. وقوله يقدر عليه يعني أن حجم العباس بمثابة حجم بدن عبد الله بن أبي، ولذا كانت ثيابه على مقداره. وفي الحديث كسوة الأسارى ومشروعية إعطائهم الثياب التي يغطون ويكسون بها أبدانهم. أحسن الله إليكم. قال عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال أتي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوما بطعامه وكان صائما، فقال قتل مصعب رضي الله عنه وكان خيرا مني،
فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وقتل حمزة رضي الله عنه أو رجل آخر خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. لقد خشيت أن يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. قوله أتي عبد الرحمن بن عوف وهو من الصحابة ومن العشرة المبشرين بالجنة وممن لهم قدم صدق في نصرة الإسلام ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الواقع بعد عهد النبوة حينما فتح الله على أهل الإسلام البلدان فانتشرت المطاعم عندهم. وفي الحديث ما كان عليه ابن عوف من الصيام رضي الله عنه، وفي الحديث ذكر الإنسان من مضى قبله بما هم عليه من خير وعمل صالح وإحسان، كما ذكر عبد الرحمن بن عوف مصعبا وحمزة وغيرهم. وفي الحديث اعتراف الإنسان بفضيلة غيره وخيريته عليه، ولذا قال عبد الرحمن عن مصعب وكان خيرا مني. وفي الحديث أن الشهيد يكفن بما يغطي جميع بدنه، وفي الحديث دلالة على أن الواجب في الكفن هو تغطية جميع البدن، ثوب يعم جميع بدنه. وقوله بردة، البردة ما يغطي وسط البدن بحيث يوضع أعلاه على الكتفين ويغطي البدن بدون القدمين. وقوله إن غطي رأسه بدت رجلاه، لأن البرد عادة يوضع على الكتف فيصل إلى الأقدام، وبالتالي إذا غطى رأسه بدت قدماه، وإذا غطى القدمين بدا رأسه. وفي الحديث ذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من شظف العيش وقلته، وأن ذلك ليس دليلا على نقصان منزلتهم عند الله جل وعلا. وفي الحديث أيضا استشعار الإنسان لعظم نعمة الله عليه بما رزقه في الدنيا. وفي الحديث عدم اغترار الإنسان بكثرة النعم التي أنعم الله بها عليه، فقد يكون ذلك على جهة الاستدراج له، فوجود النعم الدنيوية عند إنسان ليست دليلاً على صحة طريقته وسلامة منهجه. ولذا قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن مكنا لهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وقال تعالى ولقد أرسلنا إلى أن قال ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فأخبر أنه قد أرسل إليهم السراء ليختبرهم بذلك. وقال في الآية الأخرى حتى عفوا، يعني كثرت أموالهم وخيراتهم فلم ينجهم ذلك من عذاب الله جل وعلا. ولذا يكون الإنسان وجلا حتى في حال ورود نعم الله عليه، خائفا أن يكون ذلك من الاستدراج الذي وصل إليه. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه
وأن يرزقنا الاستعداد ليوم المعاد، وأن يجعلنا ممن قدم عملا صالحا ينفعه يوم لقائه لربه جل وعلا، كما نسأله جل وعلا أن يغفر الذنوب والزلات، وأن يتجاوز عن الخطايا والسيئات، وأن يضاعف لنا الأجور والحسنات، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وألف ذات بينهم، واجعلهم قائمين بشعائر دينك، ملتزمين لتنفيذ أوامرك، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. اللهم وفق ولاة أمر هذه البلاد، وبارك فيهم، وجازهم خير الجزاء، وأعنهم على ما فيه صلاح أحوال الناس في دينهم ودنياهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.